تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقم التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. ذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما تعودنا أول فقرة من فقراتنا هي فقرة السوشيال ميديا، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا. تريا الفقرة. ناخذ جولة في الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. أمس كان اليوم العالمي للسرطان، ونحن دائما نأكد وأيضا أكدنا في قنوات التواصل الاجتماعي أهمية الفحص المبكر للكشف عن المرض. صحيح. لأن هذا يساهم في زيادة نسبة الشفاء، وايضا من يعني الفحص المبكر ما راح يعني راح يوفر حتى الوقت والجهد والتعب والمضاعفات، فوايد مهم الفحص المبكر. غير هذا في مجموعه من الفحوصات اللي الواحد يسويها حسب العمر، يعني موجوده في كل مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، كل اللي عليهم انه ياخذ موعد يقولون احنا بقى فحوصات اللي الفحوصات الدوريه. صحيح. ايضا يعني من خلال اليوم العالمي للسرطان كنا حاطين بعض النصائح التوعويه وغيرها. ايضا امس هيئه الصحه نظمت مختبر العصف الذهني لمحاكاه عام 2071، وهو بتكون يعني 50 سنه الجايه، وش الاشياء اللي راح تكون مع القطاع الصحي، وكان في 7 محاور وتناقشوا في الاشياء مع كل الشركاء من القطاع الخاص والحكومي والاستثمار والتامين والضمان وكل الجهات ذات العلاقه في ان نحن توجهاتنا في 2071. هاي من الاشياء اللي صارت. ايضا نحن نحب دكتورة ان ناكد على موضوع المسح الخاص بنور دبي للعيون، وهذا نحن نسويه بالتعاون يعني مع مؤسسة نور دبي للعيون وأيضا مركز دبي الإحصاء ومستشفيات الخاصة وأيضا بعض الشركات الخاصة. المسح هذا وايد مهم، فأي شخص تي المكالمة مهم أنه لأنه راح يساهم في تطوير خدمة العيون والمقدمة فيه على مستوى إمارة دبي. هذا العمل الإحصائي الأول للدراسة الأولى للعيون في دبي، ف يعني كل شخص مساهمته راح تضيف بشكل وايد كبير. صحيح، وشيء جدا مهم. أيضا أكد على خدمة طبيب لكل مواطن أنه راح توفر عليهم حتى زيارة المركز الصحي، ممكن يحصلون استشارتهم الطبية والصحية وهم في البيت. كل اللي عليهم أن يكون عندهم تطبيق هيئة الصحة وأنهم يتصلون على 8342. أمس كان في عندنا بعض الملاحظات على قنوات التواصل الاجتماعي بخصوص المواعيد وغيرها في هيئة الصحة. نحن بس نحب نأكد أن حتى لو أنت حصلت موعد مثلا يعني بعيد، سبحان الله أنت ممكن تتصل، ممكن في حد ألغى موعد وتأخذ موعد قريب. نحن دائما نتأكد من أشخاص أنهم بيحضرون مواعيدهم ولا لا، فاللي يلغي الموعد أكيد راح يحصل بيكون هالمكان فاضي لأي شخص يبغى يسجل لموعد. يعني جميله هاي النقطه اللي ذكرتيها اسماء، يعني الناس اللي يعني سبحان الله صار لي ظرف اليوم او باكر، يعني باكر ما بقدر احضر موعدي، يعني شيء بسيط اسويه بس بيخدم ناس كثيره. اذا اتصلت بمركز الاتصال ولقيت موعدي او اجلت على الاقل هذا الموعد، في ناس ثانيه يمكن محتاجتنا، فهاي الناس بتتقدم على الاقل. دكتورة يعني موضوع المواعيد هو يعني ممكن وجهة نظر شخصية ما أعرف يعني، لكن إذا أنا أخذت مواعيد وأنا مايت مثلا، أنا مايت أو 10 مايو
زين الوقت هذا ما كان الأفضل إن ممكن واحد ثاني محتاج هاي المواعيد. صحيح. أنا ما خليت وخليت الدكتور وما شاف حد، وبعدين الشخص الثاني بيعطي موعد أبعد لأن هالموعد أردي محجوز. فيعني هي مسؤولية بين الاثنين، يعني بين الجهات الصحية أو المسؤولين وبين الجمهور. صحيح. فلازم يكون في ثقافة إلغاء الموعد أو تغيير الموعد، مو بأنه خلاص ما جيت وخلاص ما بتصل، هو مجرد بالاتصال. يعني حتى لو شخص ما بيحضر ممكن حتى يكلمنا على تويتر، يعني احنا حاولنا نبسطها كثر ما نقدر، انه ممكن اذا انت ما راح تحضر اكتب لنا على تويتر انه يا جماعه انا عندي موعد ما بحضر، وبنخلي الفريق انه يلغي الموعد. اهم شيء ان ثقافه الغاء وتعديل صحيح، وهاي المواعيد جدا جدا مهمة. مهمه، لانه يعني اذا انا بقول مثلا نسبه مثلا 10 ولا 20 ولا 30% ياخذون الميون، ما خربوا على غيرهم، يعني صح، نسبه وايد مش بسيطه. صحيح. ف يعني كل شخص يعني بياخذ الموعد او يعني ما بيحضر، يعني يحط في باله انه ممكن في شخص ثاني كان محتاج الموعد وانا اخذته وما اعطيت مجال لغيري وما خليت الطبيب يشوف حد ثاني. صحيح، وهاي فيعني هي جدا مهمة. اشوفها علاقه مشتركه بين الاثنين. صحيح، فهاي الملاحظه حبيت يعني نحن ننوه عليها. وايضا نحن قنواتنا كلها مفتوحه، قنوات الاتصال سواء 3 8 3 4 2، تويتر، انستغرام، كل القنوات نحن نستقبل فيها الملاحظات. واهم شيء الملاحظات التطويريه جدا مهمه، لان الخدمات هي في النهايه مقدمه للجمهور. صحيح. نختمها بال يعني الاتصال خلينا شوي وقت، لان في الصباحية. اشخاص شوي في اشخاص يقولون عن موضوع المواعيد وهذا، لا نحن صحيح، ناخذ وهي كل نقطة مهمة كذلك. هي. فبغيت اكد عليه دام ان هاي كانت المحور اللي كان امس في قنوات التواصل الاجتماعي. نقول رسالتنا تقول هل اليوم ان اردت ان تكون اكثر صحه وسعاده فعليك ان تبدا بتغيير نمط حياتك، كن اكثر قوه واراده في لهذا التغيير الإيجابي. إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بأنفسهم. فدائما نحن لازم نبدأ نغير نمط حياتنا عشان ننعم بحياة أكثر صحة وسعادة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرة السوشيال ميديا، وكانت ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. ننتقل فقرتنا الثانية، ومثل ما عودناكم عندنا فقرتنا التوعوية، وطبعا مواضيعنا التوعوية تتنوع يوميا، واليوم موضوعنا كذلك مهم وخاصة في الأجواء الشتوية، وهو معنا نستخدمه كذلك في أجواء الصيف، بس وحدة من الأعشاب اللي ريحتها صراحة تكون وايد منعشة، أنا صراحة هاي العشبة وايد أحبها، اللي بنتكلم اليوم عن فوائد النعناع، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة مريم علي. صباحك الله بالخير أستاذة مريم. صباحك الله بالنور دكتورة عائشة، حياك الله ويانا في البرنامج، حييك وشكرا لاختيار الموضوع لأنها واحدة من الأعشاب صراحة المفيدة في أشياء كثيرة ونستخدمها سواء في الصيف وفي الشتاء. بالضبط، والحين إن شاء الله راح نتعرف على بعض المعلومات البسيطة عن هاي النبتة. مثل ما نعرف أن نبتة أو النعناع يعتبر من نباتات عشبية أخضر اللون ذو رائحة عطرية ومميزة، وهو نبات ينتشر بشكل واسع لأنه من النباتات المعمرة، ويمكن صحيح. العثور عليها في العديد من البيئات، يعني موجود متواجد في كل وقت أي موسم. وهاي النباتات معروفة بشكل خاص بإحساس التبريد الذي تنخله. المعلومات الغذائية اللي فيها هي تعتبر من النباتات اللي تكون غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، وفيها كمية من مضادات الأكسدة، ويكون فيها بعض من أنواع المعادن مثل الكالسيوم، الفوسفور والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين سي وإي ودي، والقليل من مجموعة دي المركبة. استخداماته يكون طبعا استخداماته في الأكل، بحيث أنه يمكن إضافتها إلى الأطعمة في كل من الأشكال الطازجة والمجففة، وتعتبر كمنكه طعام وكأحد التوابل في تحضير الأكل بحيث أنه يعطي مذاق طيب للأكل، وكما أنه يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل من كريمات الترطيب ومستحضرات الشعر. نيل الفوائد، فوائده في الغالب هي أعتقد هي معروفة
للناس، وأهمها هي أنها تحسن من بعض مشاكل الجهاز الهضمي، وهاي المشاكل اللي تكون هي المغص والغازات والغثيان تقلصات المعدة، كما أنها تحسن من بعض أعراض مرض القولون العصبي، وكما أنه يكون مسكن للتشنجات العضلية، يهدي ومريح للأعصاب، يخفف من الصداع البسيط واحتقان الأنف والحنجرة ونزلات البرد، ويحسن من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويخفف من آلام الدورة الشهرية، وهو بعد مفيد جدا لصحة الفم ومحاربة رائحة الفم. أتمنى إن شاء الله تكون هاي المعلومات البسيطة نالت إعجابكم وفي نفس الوقت استفدتوا منها. نعم سبحان الله، هذه النبتة البسيطة يعني فيها أشياء كثيرة يعني، وذكرتيها وفوائدها كذلك، ويقدر الواحد يستخدمها ك عشبة كاملة أو يضيفها كذلك للمشروبات اللي تزيد كذلك من فائدة هذه المشروبات اللي ناخذها. بالضبط. وكذلك يعني سواء في الشتاء تحسين الناس تحب تستخدمها في أشياءها الدافية، وكذلك في الصيف إضافة العصائر الباردة تعطيها نكهة وشوية يحس الواحد بانتعاش أكثر وياها. نعم. الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. كانت هذه فقرتنا التوعوية مستمعينا، وتكلمنا عن فوائد النعناع. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل 6005-5-1-4-1-4 وعلى الرسالة النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين بنتحدث عن خدمات عيادة الصرع المتوفرة في مستشفى راشد، وبنتطرق كذلك لمرض الصرع. ويانا الدكتور محمد الكيلاني، استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور محمد. صباح النور، حياك الله. حياك الله ويانا. الله يسلمك، حي كل الأخوة المستمعين، وشكرا لكم على هذا اللقاء. الله يحييك دكتور. دكتور، بداية قبل ما ندخل في لب الموضوع بخصوص خدمات عيادة الصرع، حابين نتعرف أكثر على مرض مرض الصرع. مرض الصرع هو أحد الأمراض الدماغ والأعصاب اللي بشكل عام نقدر نقول مرض مزمن، أو يعني يدوم لفترة طويلة. نعم. وهو عبارة عن اضطراب في اضطراب في وظائف مناطق معينة في الدماغ مختلفة بين حين وآخر من مريض لآخر. أحيانا يعني قد يكون المرض موجود حتى من الطفولة، ولكن المريض ما يشعر فيه إلا لما يصير عنده أول حالة تشنج عام، المفهوم السائد بين الناس إنه يشوفوا الإنسان يعني بالمصطلح العام لما يقولوا طاح وتشنج. صحيح. فيكون نتيجة اضطراب في كهربائية الدماغ. نعم. نعم. والأسباب عديدة طبعاً. نعم. نعم. دكتور، كيف تكون الأعراض في هذا المرض؟ يعني تكون كحركات لا إرادية، ولا في أشياء ثانية كذلك موجودة في الأعراض؟ هناك طيف كبير من الأعراض تختلف من مريض لآخر. في منها بتكون أعراض خفيفة، وأحياناً عند ممكن تتطور لأعراض أقوى. نعم. والمريض قد يكون عنده يعني طيف معين من الأعراض مختلفة بين حين لآخر. في منها مثلا شيء بسيط جدا، قد يكون الإنسان مثلا أحيانا عند الأطفال مثلا يكون في الصف المدرسي ويبدو وكأنه بشرح أحيانا. وكثير أحيانا المدرسين أو المدرسات ممكن يتبعوا أنه هذا الطفل مستوى الأكاديمي بلش يتراجع، فبيكون في خلال فترات معينة مثلا وهو قاعد بالصف ينظر باتجاه المعلمة مثلا يسمع للدرس، ولكن وكأنه في حالة فرحان، فبيكون كأنه غاب، يعني بنسميها absent seizures. نعم. وكأنه هو غير موجود في ذهنيا، وهذه ممكن تستمر مثلا 10-15 ثانية 20 ثانية. هذا نوع خفيف يعني، أو خلينا نقول هذا قد يكون غير ملاحظ، الناس ما ينتبهوا له أحيانا إلا إذا المدرس أو الأهل بدون يشكوا في الموضوع ويجوا طبيب الأعصاب. أحيانا قد يكون اضطراب في الكلام واضطراب في الحالة الذهنية، تلاقي المريض مثلا
قاعد يصير يقول لك انه والله انا قاعد فجاه هيك حسيت حالي اضطربت ما قادر اركز او ما بفهم شو اللي بيجرى حواليني. الاخرين ممكن يلاحظوا عليه حركات غير طبيعيه، مثل وكانه يعني قاعد مثلا يلعق مثلا شفته وكانه بياكل او يحرك ايديه بطريقه ما لها هدف منها. يعني الناس تستغرب ليش يتصرف بالطريقه هذه من فتره مثلا دقيقه دقيقتين او شيء. وتتطور احيانا انه تشوف في هناك مثلا في حركات لا اراديه ومنتظمه ممكن تشمل جزء معين من الجسم او جانب معين من الجسم، واحيانا تلاقي الجسم كله يبلش ينتفض والمريض يغيب عن الوعي ويبدا يجبد مثلا، وراها بعدين يبدو انه في حاله تعب او يروح بنوم عميق. نعم. يعني طيف كبير من يعني اي تصرف غير طبيعي ممكن يثير الشك عندنا احيانا انه قد يكون هذه نوبات من يعني تشنجات صرع. لما اقول تشنج مش بالضروره الا انه يتشنج ويصير حركه لا اراديه كامله. نعم يعني قد تكون اضطراب في الوظائف او اضطراب في الحاله الذهنيه. صحيح. دكتور طبعا أي واحد يعني يتشخص بهذا المرض أو حتى لو بداية يعني انذكر هالشيء أو بالنسبة لي أي شخص حس بهالأعراض مرات يعني يصدر أو يعني سبحان الله يكون فيه تخوف معين لهذه لهالمرضى أو الأشخاص اللي يحسون بهالأعراض أو يعني يتشخصون بهالشيء، خاصة أن طريقة التعايش معه شوي يمكن يتخوفون من طريقة التعايش مع الصرع، فكيف يمكن التعايش مع مرض الصرع؟ هو أهم شيء بالنسبة لنا هو السيطرة على النوبات. فإذا تم السيطرة على النوبات الإنسان بيعيش حياة طبيعية. يعني هو مريض الصرع يعني كثير من الناس عندهم درجات مختلفة من الصرع. نعم. ما بنمنعهم عن الشغل طبعا، تختلف من إنسان لآخر. أحيانا قد يكون الصرع في مريض مثلا عنده إعاقة دائمة أو إعاقة ذهنية، عنده يعني قدراته العقلية محدودة جدا مثلا، خلينا نقول يعني درجة الذكاء قد تكون متدنية، وهذول بعض المرضى اللي ما بيقدر مثلا يعيش حياة طبيعية، بده مراقبة، بده يعني عناية باستمرار. صحيح. ولكن كثير يعني أكثر مرضى الصرع هو ممكن يعيش حياة طبيعية ويكون عنده شغل، يعني عنده وظيفة ويشتغل يؤدي وظيفته. طبعا بناخذ بعين الاعتبار انه في بعض النشاطات او بعض الوظائف بنمنعهم منها او بنقول لهم يعني بننصح انه ما يتعاملوا فيها مثلا، انه ممكن تحط يعني خلينا نقول لو صار عنده نوبه خلال هذا العمل ممكن تعرضه او تعرض الاخرين لمخاطر نتيجه فقدان الوعي واضطراب الحاله الذهنيه في هذه اللحظه. ممتاز. نعم. فالعلاج اهم شيء، اهم خطوه اذا صرنا شكينا انه المريض او صار عنده نوبات انه لازم يجي لطبيب الاعصاب ونشوف شو اللي ممكن نسوي. طبعا هناك فحوصات لازم تنعمل برضه. نعم. حتى نتاكد انه هذه التشنجات ما تكون عرض لمرض اخر يكون اكثر خطوره لا سمح الله. يعني مثلا كان في نزيف في الدماغ اذا انسان مغروب مثلا او واقع خصوصا في كبار السن. نعم. احيانا ممكن يكون هو يتحرك ووقع وقعه واهملت بعدين، وبعد فتره اجى متشنج. ممكن نسوي صوره للدماغ ونلاقي انه صاير نزيف مثلا يحتاج تداخل جراحي. صحيح. او لا نعم مرات ممكن يكون في تشوهات خلقيه احيانا تستلزم التداخل الجراحي واحيانا لا، يعني مش بالضروره. لكن بشكل عام اللي يعني مرضى الصرع بشكل عام محتاجين يكونوا على ادويه بشكل منتظم. نعم. وهناك انواع من الصرع. في انواع من الصرع مثلا عند الاطفال تجد انه لما يصل الطفل او المريض بسن البلوغ قد يختفي المرض بعدين خلاص انتهى، في حين انه في بعض امراض الصرع ممكن تبدا في اي عمر، في كبار السن، في سواء بالمتوسط مثلا في العشرينات في الثلاثينات من العمر حتى يعني على كبر. يعني ممكن الانسان الكبار السن مثلا يكون نتيجه جلطه دماغيه بعدين بعد حين هيك تبدا عنده اعراض انه تشنجات، لانه هاي المنطقه اللي صار فيها الجلطه خلص صارت منطقه غير طبيعيه. صحيح. فبحتاج انه يكون على العلاجات وتحت اشراف الطبيب. صحيح. الجميل دكتور عندكم في القسم في عياده خاصه بس لمرضى الصرع، يعني حتى ما اندمجت تحت عياده الاعصاب، يعني هذا يدل على تركيزكم الكبير خاصه في زيارات المرضى على هذا المرض اكثر واكثر، فحابين نتعرف اكثر عن الخدمات اللي يوفرها مستشفى راشد لمرضى الصرع وخاصه في هالعياده. نعم طبعا الخدمات اللي تقدم من خلال منطقتين، خلينا نقول في الحالات الطارئه بيجي المريض مثلا غرفة الطوارئ بشوفه طبيب الأعصاب، بشوف طبيب الأعصاب وبعدين إذا احتاج دخول بندخله. نعم. بنبدأ من هناك الفحوصات اللازمة.
المنطقة الأخرى اللي هي العيادات الخارجية، عيادة الصرع. فعيادة الصرع بحيث أنه نسمع للمريض، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا أنه من مريض لمريض تختلف الحالة، وأحيانا حتى التشخيص قد يكون أصعب في بعض المرضى، لأنه تكون الأعراض خفيفة أو الأعراض قد تختلط مثلا مع أعراض أخرى ممكن تقترح أنه تشخيص ثاني. يعني مثلا يكون والله في بعض المرضى قد تكون الأعراض فيها صداع، فيها تكون مثلا أعراض شقيقة، أو أحيانا تكون الأعراض وكأنه صار مثلا جلطة على الدماغ، لكن تيجي مثلا ضعف جانب معين من الجسم، ولكن هذه لا هي كانت شغلة صرع. فعيادة الصرع بحيث يعني يكون الطبيب متمكن ويسمع تفاصيل أكثر عن اللي بصير مع المريض، ونحاول نفهمه من هناك، بعدين بنقرر شو الفحوصات اللي ممكن نسويها. بشكل عام يعني هناك فحوص أساسية لمريض الصرع لازم نعملها. نعم. اولا اللي هو مثلا تصوير الدماغ، سواء يعني بصوره اوليه في الحالات الطارئه نسوي سي تي سكان اللي هو الطبقيه المحوريه، والصوره الادق عاده اللي هي الام ار اي، صوره الرنين المغناطيسي، حتى نطلع على مناطق الدماغ بتفاصيل ادق. وتخطيط الدماغ نسوي تخطيط، نشوف كهربائيه الدماغ، شبيه يعني خلينا نقول شبيه بتخطيط القلب. كيف تخطيط القلب؟ بحطوا هالوايرات هذه بحطوها على صدر المريض. صحيح. نفس الشيء احنا بنحط وايرات ولكن على محيط الرأس، بحيث انه نشوف كهربائيه الدماغ اذا في شيء غير طبيعي او لا. احيانا يستلزم انه ندخل المريض ونسوي تخطيط دماغ مطول، يعني احيانا لساعتين ثلاث، والان الحمد لله احنا في عندنا وحده انه في سرير، يعني ابتدانا في سرير في غرفه فيها مراقبه مستمره 24 ساعه، يعني مدخل المريض في فيديو بكون على المريض وصور انه شو اللي بصير مع المريض، لانه الطبيب احيانا على الوصف لا يكفي من الاهل. صحيح. فقلنا نشوف شو اللي بجرى مع المريض، وبرافقه في نفس الوقت التخطيط الدماغي يفرجينا شو بجرى بالنسبه لكهربائيه الدماغ خلال هذه النوبات اللي بتكون احيانا موضع تساؤل اذا كانت هي نوبة صرع أو لا، وإذا كانت نوبة صرع بنحاول نعرف شو نوع الصرع اللي عند المريض، لأنه بشكل عام خلينا أقول في جزئي وفي عام. نعم. والعلاج هنا يختلف أحيانا، لأنه الجزئي أحيانا قد يستعصي على العلاجات الأدوية ويحتاج منا تقييم للتداخل الجراحي، في هالحالة بندخلهم مشان نحاول نفهم من وين البؤرة اللي سويت لنا المشكلة قبل ما نأخذ قرارات أخرى، القرارات ما بعديها إذا المريض يناسب الجراحة أو لا. دكتور، بالنسبة أوقات العيادة، عيادة الصرع نعم. عندكم نعم نعم يوميا أو في أي، يعني حابين نتعرف على أوقات عيادة الصرع. هي اليوم الرئيسي هو حقيقة يوم الخميس. نعم. هي بتبدأ العيادة من الساعة 8 لغاية تقريبا الساعة 2:30 أو 3. وطبعا يعني هذا لا يعني إنه ما نشوفهم إلا يوم الخميس، أحيانا في مرضى ممكن نشوفهم في أي يوم. يعني هي مشان المتابعة، وإذا كانت الحالة مو طارئة يقيموا يوم الخميس، وإلا إذا كان في حالة طارئة طبعا بيجوا على الطوارئ وبصير التقييم، ممكن يحتاجوا يدخلوا المستشفى، وأحيانا ممكن نأخذ القرار بالعلاج، مثلا نداهم على علاج معين من الطوارئ، وممكن يروحوا البيت وبعدين يتابعوا في العيادة. ممتاز. كلمة أخيرة توجهها دكتور خلال البرنامج للمستمعين. نعم والله في نقطة بحب أشدد عليها هنا. أولا أنه مرض الصرع اللي خلينا نقول الاستجمة هذه أو الوصمة اللي ممكن المريض أحيانا يشعر في الخجل فيها، ما في داعي، ويجب تغيير نظرة الناس لهذا المرض، لأنه هذا المرض ما في إنسان يعني محمي منه، ممكن يصيب أي إنسان مهما كان. صحيح. في مختلف درجات الثقافة أو الأعمار أو المستوى المعيشي والمادي، كل إنسان معرض لهذا المرض في أي لحظة من حياته. الشيء الثاني أنه نتوجه للأطباء المختصين من أجل تلقي العلاج المضبوط، و يجب تصحيح نظرة العامة أحيانا أنه قد يكون هذا الإنسان ناس جن أو في شيء، يعني حالة نفسية أو غير، هذه الأمور كلها غير صحيحة، بالإضافة أنه هذا مرض غير معدي. ونقطة أهم برضو أنه في مفهوم بين الناس أنه قد يكون وراثي، فممكن يسبب يعني مشاكل حتى هذا مثلا أمور الزواج وما الزواج،
مريض الصرع بيعيش حياة طبيعية، ونسبة الشغلات تقول الوراثية والجينية هي نسبة ضئيلة جدا، ولا يعني مش كل مريض صرع قد يكون عنده حالة وراثية. مثل ما قلنا مرض الصرع قد يأتي متأخرا نتيجة ضربة أو حادث. صحيح. أو نعم، ف يعني هذه النظرة السلبية عن مريض الصرع يجب تصحيحها، وذلك بزيادة الوعي عن طبيعة المرض، ونتعرف أكثر شو العلاجات الموجودة. ومريض الصرع زي ما حكينا بيعيش حياة طبيعية مثله أي إنسان صحيح، آخر. نشكرك على هذه النقاط دكتور الصراحة، يعني خاصة حياكم أهلا. بالنقاط اللي ذكرتها في النهاية بخصوص الاستجمة أو مفهوم مرض الصرع كذلك وطريقة نعم انتقاله. دكتور محمد الكيلاني، استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد، شكرا لك. أهلا وسهلا شكرا، فيكم، حياك الله دكتور. يا أهلا أهلا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا وتحدثنا عن خدمات عيادة الصرع المتوفرة في مستشفى راشد وكذلك عن مرض الصرع. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. بنتحدث في فقرتنا الحين عن الخدمات اللي يقدمها مركز الأخصاب، ويانا الأستاذة هنا طحوارة مدير مركز الأخصاب بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة هنا. صباح النور والسرور، يا هلا وسهلا، حياك الله ويانا في البرنامج. حالك؟ الحمد لله. الله يحييك. سلمين. الله يسلمك استاذه هنا. طبعا يعتبر مركزكم من اهم المراكز، يعني صراحه نقولها الطبيه، اللي تبثون الامل صراحه وتعطون يعني امل كبير لناس كثيره، يعني حابه يكون لها اطفال يعني في المستقبل، او لاقي صعوبات ان يعني سبحان الله يصير الحمل ويصير عندهم اطفال. فانتم ما شاء الله يعني في من خلال مركزكم يعني كفايه بث الامل في انفس هؤلاء الناس اللي عندهم هذه خاصة هذه المشاكل الطبية أو مشاكل معينة تعجزهم عن أن يعني يكون عندهم أطفال مستقبليين. نعم. فحابين نتكلم أكثر عن خدمات المركز. إن شاء الله. طبعا أولا أرحب فيكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية في أن نحن نقدم الخدمات بأعلى المستويات ونحقق الأمل والبشرة، مثل ما يقولون حاليا عندنا أمل وبشرة. صحيح صحيح. نعم. واختيار كذلك الأسماء يعني سبحان الله لهذه المبادرات يعطيها أهمية أكثر. الحمد لله. الهدف الأساسي طبعا سعة هيئة الصحة في أن يكون هذا المركز مركز متخصص فقط في تقديم خدمات العلاج التخصصية للمساعدة على الإنجاب، فبالتالي نحن متخصصين تخصص بحث نادر على مستوى الدولة، وله امتياز من حيث ارتفاع نسبة نجاح الحمل اللي تؤدي إلى إنجاب أطفال. نعم. إذا جينا للجمهور نلخص أسباب حاجتهم لمثل هذه الخدمات، توجد عدة عوامل تكون مشتركة ما بين الزوجين على أساسها تكون شروط استقبالهم وتسجيلهم في علاج الأخصاب حسب قانون الاتحادي لتقديم المساعدة الطبية على الإنجاب. على سبيل المثال عدم القدرة على الحمل بشكل طبيعي بعد مرور سنة من الزواج، نعم. وجود أمراض وراثية في العائلة، فبالتالي يطلبون إجراء فحص جيني قبل الحمل حتى لو كانت عندهم القدرة على بشكل الحمل بشكل طبيعي، وذلك لتجنب حدوث حمل لأطفال غير طبيعيين. الحالات اللي تينا عندهم أمراض مزمنة أو عندهم فشل في الزرع المتكرر، يعني عندهم إجهاض متكرر، عندهم حمل طبيعي بس عندهم إجهاض متكرر، فبالتالي يحتاجون مثل خدمات مركز الأخصاب. إضافة إلى وجود ولادة أطفال غير طبيعيين في السابق، هذه بعد الفئة يندرجون تحتنا، إلى جانب في حالة وجود نمط وراثي غير طبيعي لدى الزوجين يحتاج إلى تعديل وبالتالي المساهمة في الأخصاب بشكل طبيعي. فإذا جينا على الخدمات، تمر الخدمات يمر الزوجين من خلال ثلاث مراحل لتلقي خدمات الأخصاب. نعم. المرحلة الأولى تشمل الاستشارة الطبية، إجراء جميع الفحوصات الدم المخبرية للزوج والزوجة معا،
فحوصات هرمونات، كروموزومات أو جينات أو غيرها حسب وضع الحالة، إلى جانب الكشف عن الألياف أو التكيسات لدى الزوجة. ومن ثم يدخلون في مرحلة، بعد ما يتم تهيئتهم يدخلون في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إعطاء العقاقير الطبية وفق المعايير الطولية المتعارف عليها لكل حالة. كل حالة وضعها غير، على حسب ما يشوفها الطبيب يتم إعطاء كميات الأدوية اللي هي تحفز على يعني تجهيز الزوج والزوج. نعم وتجهيز الزوج والزوجة. ساعات الزوج بعد يكون عنده بعض الأدوية تناسب حالته، فبالتالي يتم تهيئتهم في هاي المرحلة. المرحلة الثالثة تكون مرحلة العمليات الرئيسية للإخصاب، اللي هي سحب البويضات والقيام بتقنيات الإخصاب، مثل من سواء كانت بتقنية أبطال أنابيب أو تقنية الحقن المجهري أو الحقن المجهري البويضات المجمدة في حال وجود حاجة لتجميع عدد كبير من البويضات، لأن ساعات سحب البويضات ما ينجم عن حصول الطبيب على الكمية الكافية للتلقيح. نعم. فبالتالي يتم إعادة التحفيز على مدى مراحل للوصول إلى العدد الكافي من البويضات. فبالتالي عندنا هاي التقنية اسمها عمليات الحقن المجهري للبويضات المجمدة. بعدين تقنيات يستخدم المركز بعد تقديم خدمة مزدوجة ما بين يعني دمج التقنيتين. يقوم الفني المختبر بتقسيم بناء على الاتفاق مع الأطباء على تقسيم كمية البويضات إلى نوعين، نوعية يتم حقنها بحقن مجهري ونوعية بتقنية أطفال أنابيب، وهذا ساهم في رفع نسبة نجاح الحمل لدينا لأنها تقنية مطورة. ممتاز. نعم. بعدين جينا إلى المرحلة الأخيرة وهي بعد تقاسم الأجنة في المعمل. يتم تقاسم الأجنة على مدى من ما بين 3 إلى 5 أيام، يعني في بعض الحالات يتطلب ترجيع الأجنة بعد 3 أيام وفي بعضها بعد 5 أيام على حسب وضع الحالة، ويكون العميل على بينة في مراحل تطور نمو الجنين من خلال التواصل به عبر الهاتف. يعني وظفات تقنية المختبر علم الأجنة يتواصل مع المرضى ويعطونهم بتطور الأجنة. وبعدين تنتهي المرحلة بإرجاع الأجنة ومن ثم مراقبتها بعد 9 أيام من خلال إجراء تحليل الحمل والفحوصات بالموجات الفوق الصوتية. وإذا تم الحمل الحمد لله وتحققت البشرة للزوجين يواصلون في مراجعة لدينا إلى 3 شهور في حالة وكانوا مقيمين في الدولة. في كان حالة أنهم غير من خارج الدولة يتم إعطاهم تقرير واستكمال مرحلة نمو الجنين في الخارج، وبهذا يتم انتهاء الدورة. فالدورة تكون ما بين العلاجية 2 إلى 6 أسابيع، تختلف من شخص لشخص. 2 أسبوع بس هي دائما المعدل من 2 إلى 6 أسابيع. 2 أسبوع اللي هم بس أدوية بدون عمليات، إلى 6 أسابيع اللي هم يحتاجون عمليات. ممتاز. حابة أضيف الخدمة الأخيرة إذا سمحت. أكيد. الخدمة الأخيرة اللي هي الفحص الجيني. طبعا هذا الفحص الجيني في شروط لتقديمه، يعني ما يقدم لك كل الحالات اللي فينا إلا اللي هم مثل ما قلنا عندهم إجهاض أو عندهم أمراض وراثية. يحمل الفحص الجيني عدة خدمات، تقريبا 5 خدمات، منها الفحص الوراثي للأجنة لغاية تحديد جنس الجنين أو الكشف عن الأمراض الوراثية أو تحديد جنس الجنين اللي هو يتسبب في إجهاض. مثلا ساعات يكون جنس الجنين إذا كان ذكر هو يتكرر عنده الإجهاض، فبالتالي يتم اختيار الجنين السليم علشان ما يتكرر الإجهاض. ممتاز. الفحص الثاني اللي هو الفحص الحمض النووي، تقنية البي سي آر، هذا لتشخيص اضطراب جيني محدد مثل الثلاسيميا أو فقر الدم. المنجلي. بعدين عندنا فحص الحمض النووي بتقنية المايكرو آري اللي هي الفحص الكامل للكروموزومات للكشف عن التغيرات في النسخ الكروموزومية. عندنا الفحص الرابع اللي هو الفحص الحمض النووي بتقنية ثلث الجيل التالي، هاي من التقنيات الحديثة على العالم طبعا، ما بس عندنا، لأن يشتركون العالم في تطور العلم في هذا التخصص والمجال ويتعاقلون بحيث أن يكون الخدمة يعني تخدم المجتمع بشكل متساوي، اللي هي تقنية تحليل الحمض النووي بسرعة ودراسة الجينوم بأكمله أو جزء منه على حسب وضع الهستري مع الزوجين. والأخير هو فحص
المطابق للنسيج للأجنة، بحيث أن يتيح لهم التشخيص الوراثي السليم للأجنة قبل الانزراع. وعندنا خدمة تجميد الأجنة والعينات البشرية اللي هي البويضات أو عينة الزوج. ممتاز، يعني ما شاء الله خدماتكم تتنوع وإلها يعني إلها دور كبير كذلك على حسب الحالات كذلك اللي تشوفونها وتعالجونها في المركز. يعني مثل ما قلت احنا تخصص، يعني ما يجونا أي حد اثنين توهم متزوجين أو عندهم بس مشاكل بسيطة في الهرمونات، يتم تقديمها من خلال العيادات الأمراض النسائية. صحيح، احنا اللي هم يوصلون مرحلة إن لا في لها يحتاجون تدخل جراحي أو هرموني أو تدخل علاجي معين أو متخصص في هذه الحالات. أستاذة هناء، حابين نتعرف أكثر عن نسبة النجاح في بالنسبة للحالات اللي تتعالج عندكم في المركز. شوفي، طبعا تعتمد نسبة النجاح على عدة عوامل. ساعات مهما كان عندنا الارتقاء بإجراءات العمل، ساعات إذا في حال أن نوعية العينات لدى الزوجين ضعيفة أو محدودة، هاي شوية تكون نسبة النجاح بالنسبة لهم مب إنها ضعيفة، إنها تطول مرحلة العلاج بحيث أن يتم تكرار المحاولات لعدة مرات وعلى مدى عدة سنوات. يعني عندي مثال في عندنا مريضة ما شاء الله عليها، والله أول أمس جاي تبشرني إنها حامل، ما شاء الله، هاي تتعالج من 18 سنة، مش من سنة، من 18 سنة مواطنة، حملت من سنتين عندنا يابت ولد، والحين ما شاء الله بعد رجعت تراجع من خلال الأجنة المجمدة لدينا في المختبر، تم إرجاع الأجنة ونجمع عن حمل. سبحان الله، سعيدة وانت تبشر، ما تقول حققت مو بالأمل، طبعا كل بإيد الله رب العالمين، بس تقول أنا وايد صبرت وما قررت اني اسير يعني اي مكان او اسافر الا عندكم، لاني انا عارف ان المشكله من عندي. فبالتالي مثل هالنوعيات من المرضى يساعدون الطاقم الطبي والفني انه يحقق لهم الامل، طبعا بعون الله. صحيح، لان التفاهم جدا مهم بين الزوجين. فاذا رجعنا على نسبه نجاح الحمل، عندنا نسبه نجاح بتتفاوت، ساعات تقل ساعات تزيد. أعلى درجة حاليا حققناها اللي هي العام 2019 66%، مقابل تراوح أو تغير ما بين الثلاث سنوات الماضية. يعني إذا جينا نتكلم في عام 2015 نسبة نجاح الحمل في 2015 كانت 52، تم التدرج في الارتفاع إلى 57 و62 لما وصلنا إلى 66. فبالتالي يعني نحن في رقابة، عندنا هاي مؤشرات الأداء نراقبها بشكل ربع سنوي، ونقوم بتحليل البيانات من خلال فريق العمل ووضع الخطط التحسينية، مو بس لنسبة نجاح الحمل، حتى نسبة الحمل المتكرر. يعني عندنا نهج العمل انه ما يكون في حمل متعدد، متكرر. يعني نسعى الى ان يكون الحمل بطفل واحد سليم افضل من ما يكون بطفلين او ثلاثه. صحيح، وهي بعد مؤشرات احنا نراقبها، الا في الحالات اللي هي تقدم في السن او نوعيه العينات عندهم مش زينه والاجنه ضعيفه، هذه اللي يقرر لهم الطبيب مع الفريق الفني بارجاع جنين. فهاي المؤشرات كلها نحن نسعى الى ان مراقبتها، وساهمنا في عمل خفض يعني في هذه المؤشرات. نتمنى لكم كل التوفيق استاذه هناء. استاذه هناء، كلمه اخيره توجهينها المستمعين خلال البرنامج. نعم، اولا اتمنى ان شاء الله ما حد يحتاج لنا ولا يراجعنا، نتمنى الكل يكون عنده حمل طبيعي، بس في حال وجود المشكله تفضل أن بعد مرور سنة من الزواج فقط، وفي حالة أنهم لاحظوا أنه ما فيه حمل طبيعي بعدم وجود مانع، مراجعة مركز الأخصاب على الأقل للاستشارة الطبية. خلال الاستشارة الطبية بيكون واضح بالنسبة لهم هل هم أن ما عندهم أمراض مزمنة بتساهم في تأخر الحمل، فبالتالي يستغلون الفرصة ويعني يقومون بالإجراءات حتى لو ما يبغون يعني الحمل أول ثلاث سنين
بس على الأقل يقومون بالفحوصات اللي صحيح. في مجالنا في تخصصنا، بحيث إن لهم يوم يخططون إن يكون عندهم أبناء يكونون عارفين إن ما عندهم تأخر صحيح. غير طبيعي. صحيح. فهذا نتمنى يعني إن يكون موجود إلى جانب الالتزام بالأمور الثقافية المهنية في هذا المجال. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة هناء طحوارة، مدير مركز الأخصاب بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا يا مرحبا، يوم سعيد إن شاء الله. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن خدمات مركز الإخصاب. جتنا رسالة نصية تقول: صباح الخير دكتورة، راجعت صيدليات لشراء كمامات لاستخدامها في بعض الأماكن خشية من الفيروسات، واكتشفت عدم وجود مخزون الكمامات في الصيدليات، وسألت العاملين فيها عن سبب عدم وجود الكمامات، فذكروا أنها متوفرة فقط عند الوكلاء، لكنهم رفعوا الأسعار بسبب خوف الناس من كورونا. أليس هذا احتكارا أو استغلالا؟ وشو هو دور الدائرة الاقتصادية أو هيئة صحة دبي؟ أمن أبو عبد الله. نشكرك أبو عبد الله على هذه الرسالة. بداية نتأكد من صيدليات كذلك ثانية، يعني يمكن في صيدلات معينة يكون الضغط عليها أكثر، فتكون الأشياء اللي موجود عندهم بسرعة تخلص، فنتأكد من صيدليات ثانية ومن أماكن ثانية، لأن حتى الكمامات تتوفر في أماكن ثانية غير عن الصيدليات. وبالنسبة إذا في من ناحية الرفع الأسعار من ناحية الوكلاء معينة، فهذه أحسن نتواصل مع حماية المستهلك، لأن في كل مكان بتشوف أن ما يعني يكون موجود فيها رقم حماية المستهلك نتواصل وياهم ونرفع لهم الموضوع، وإن شاء الله يكون فيها الحل المناسب. مستمعينا، كانت هذه حلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.